اليوم حنتكلم عن تعليق الجهاز او ايقاف الجهاز على شعار الشركة عندما بتنزل وحدة من وحدات المجلس مانجر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا من حي كل المتابعين المعانا في القناة والمشتركين والناس الما مشتركين اللي بيحضروا صايب بيمشوا ديل يا جماعة، عملين اشتراك ولايك حاجة عشان تدعمنا في القناة بتاعتنا، لأننا حصل 10 مليون يا جماعة، 10 مليون. تمام؟ كويس. طبعا اول حاجه لازم نتكلم نظري، عشان قبل ما نطبق العملي لازم نتكلم نظري اول حاجه. كويس، اول حاجه الحظ شنو قال لي؟ اول حاجه طبعا انت وقت تنزل وحده من وحدات المجلس مانجر بعض مرات الجهاز بيحصل له مشكله وممكن يعلق على شعار الشركه. كيف بنحل المشكله دي؟ كويس، اول حاجه في حياتك لازم تعرفها انه لازم تعرف اعاده التشغيل الاجباري. يعني شنو؟ اذا الجهاز معلق او واقف في الشعار بتاع الشركه او بقى ما شغال اتجمد، طبعا لازم تعمل لي اعاده تشغيل اجباري، يعني تدوس بعض الازرار عشان شنو؟ يعمل إعادة بتاع التشغيل. تاني حاجة لازم تعرف الدخول للوضع الآمن، قبل كده تكلمنا عنه فيديو سابق هحطه لك برضو. تاني حاجة لازم يكون عندك وحدة من وحدات المجلس مانجر تكلمنا عنها برضو، هحط لك الفيديو بتاعها في الوصف اللي هي اسمها مجلس بوت لوب. الوحدة دي طبعا بتحل لك المشكلة بتاع تعليق الوحدات. بس ركز في نقطة، في ملفات بننزلها عن طريق الريكفري المعدل، دي ما عندها علاقة بالمجلس. ملفات بننزلها زي اي بي بننزلها عن طريق الريكفري المعدل. طبعا الناس عارفين الريكفري المعدل كويس، اذا علق الجهاز دي ما عنده علاقه بها، دي بس اللي هو عن طريق شنو؟ اللي هو الوحدات، اذا الجهاز خلته علق او بيقف على الشعار بتاع الشركه بتحل لك المشكله دي. والوضع الامن، الوضع الامن عامه لو في تطبيق عمل لك مشكله برضه بيحلوا لك، لكن احنا بنتكلم عن شنو؟ عن الوحدات. كويس، اول حاجه يا سيدي بعمل شنو؟ قال لي اذا الجهاز بتاعي بقى معلق قلنا، اول حاجه بعمل اعاده بتاع تشغيل اجباري. كويس، بضغط ازرار معينه، مثلا زي عندي في سامسونج بضغط زر الباور مع خفض الصوت مسافه، بعد شويه بيعمل اعاده بتاع تشغيل. قلنا وقت يطفي وقبال ما يظهر الاشعار بقوم بضغط على شنو؟ على الزر اللي بيدخل لي الوضع الامن. طبعا في سامسونج عامه بضغط على زر خفض الصوت. كويس، زر خفض الصوت، بعد شويه الجهاز بيفتح بيدخلني في الوضع الامن. دخلنا في الوضع الامن، كل التطبيقات بتاعت الطرف الثالث بما فيها المجلس مانجر بتكون واقفه، كلها وقفت، بقيت في تطبيقات الجهاز الاساسيه او جات مع الجهاز فقط مع الهاتف. بعد ما وقفت هتعمل شنو؟ هتقوم تعمل اعاده بتاع التشغيل. وقت تعمل اعاده بتاع التشغيل هنا التطبيقات بترجع تشتغل، لكن المجلس مانجر في وحده واحده بتكون شغاله والوحدات كلها واقفه، اللي هي الوحده تكلمنا عنها بتاعت البوت لوب، دي بتكون شغاله وبتعطل كل الوحدات، حتى الوحده اللي عملت لك مشكله بتكون معطله. هتقوم تمسح الوحده اللي عملت لك المشكله كويس، وتعمل اعاده بتاع التشغيل للجهاز، وكده المشكله بتاعتك اتحلت، وبعد كده ممكن ترجع تفعل الوحدات عادي وتعمل اعاده تشغيل. اذا نعيد الكلام تاني قبل ما نشوف التطبيق العملي. اول حاجه يا سيدي بعمل اعاده تشغيل اجباري، بدخل الوضع الامن، دخلت الوضع الامن، بعد ما خشيته تاني بقفل الجهاز وافتحه، بيكون التطبيقات كلها قلنا اشتغلت، في الاول بيكون معطله، اشتغلت في المجلس مانجر، الوحدات كلها بتتعطل الا وحده واحده اللي هي بتاعت البوت لوب. كويس، بعد كده بمسح الوحده اللي عملت لي المشكله وبعمل اعاده تشغيل، والجهاز بتاعك بيرجع طبيعي من غير اي مشاكل، وبعد كده ممكن تفعل الوحدات بتاعتك من غير اي مشاكل. نمشي نشوف التطبيق العملي بعد النظري. اللايك ضروري، والما مشترك يشترك معانا يا جماعه، يلا بينا. عشان نشوف التطبيق العملي اللي قلناه، طبعا نزلت وحده والوحده دي عملت لي مشكله في الهاتف، هنشوف هنحل المشكله دي كيف. اول حاجه هننزل الوحده قدامكم ونشوف المشكله اللي هتحصل. نمشي طبعا للمجلس مانجر كويس، بعد كده هنمشي الاضافات، هنشوف طبعا لازم يكون عندك عندي هنا الاضافه بتاعتي دي قدامي كويس، اللي هي ماجيك خلصت لها بوت لوب كويس، دي لازم تكون موجوده. تمام، نمشي بعد كده اختيار من الذاكرة، نمشي نشوف الوحدة بتاعتي انا خديها وين. طبعا الوحدة بتاعتي هندي لها، هقوم اعمل لها تثبيت. بعد ما يخلص معي هشوف الحاصل شنو. كويس كده معي خلصت الوحدة وقال لي اعمل اعادة تشغيل. نمشي نعمل إعادة بتاعة تشغيل للهاتف. يلا ركز معي، من هنا حنبدأ الشغل. الجهاز فتح معي كويس،
يلا هنشوف هيفتح للنهاية ولا هيعمل نفس المشكلة، ونشوف نحل المشكلة دي كيف. يلا ركز معاي. ركز معي. طبعا الجهاز ما هيفتح معي، هيكون بالحالة دي. ليه؟ طبعا كان لاحظت هنا في سامسونج هنا فوق في ضوء مضوي لونه ظهري، وكي تكون الحالة دي معناها الجهاز هيكون واقف كده ما هيفتح، هيكون على الشعار بس. نشوف هنحل المشكلة كيف، او ممكن نعمل تيست حبة، نعمل على التشغيل الاجباري. زر الباور مع زر خفض الصوت، مسافة، إعادة تشغيل، هنشوف هيفتح الجهاز ولا هيكون في نفس الحالة برضو. هتلاقي إنه الجهاز برضو رجع لنفس الوضعية القبيل. الجهاز بتاعي هيكون رجع لشنو؟ نفس الوضعية القبيلة اللي أنا حابب أحلها هسي بعد شوية. لاحظ الضوء بتاعي برضو مضيء. طبعا الضوء ده وقت يجيك معناه الجهاز هيعلق. يلا قلنا نعمل شنو؟ لو جهازك بقى واقف على الإشعار بالطريقة دي، أول حاجة هنعمل إعادة تشغيل إجباري، وكتيك في القبال ما يظهر الشعار هقوم ندخل على وضع اللي هو الامان او الوضع الامن. نشوف اول حاجه نعمل اعاده تشغيل اجباري بسرعه. لاحظ معي شاشه تطفي تقه سوداء، طوالي هتضغط على شنو؟ زر خفض الصوت مسافه، وحضل ضاغط لحد ما الجهاز يخش الوضع الامن. لحد ما الجهاز يخش الوضع الامن. بعد ما يخش الجهاز الوضع الامن، يعني بعد الجهاز ما يفتح عديل حتى انت في جدك، الجهاز بعد شوية هيفتح عديل. هيخش الوضع الامن، هيفتح عادي. تمام، كان لاحظت النور الفوق اختفى والجهاز فتح. لاقين هنا انه في شنو؟ في الوضع الامن. لاحظت معي الجهاز كده فتح، وخشينا في شنو؟ في الوضع الامن. مكتوب اسفل هنا عشان نقوم نبين. هنخش طبعا هنا في التطبيقات، هلاقي انه التطبيقات كلها بقت باللون الباهت فوق، اللي تشغيل الوضع الامن. لو حابب تفتح اي تطبيق ما هيفتح معك. كويس، بعد ما عملت الحركة دي تعمل على تشغيل الهاتف، إعادة تشغيل للهاتف بعد ما دخلت الوضع الآمن. إعادة تشغيل عادي، هيقفل ويفتح معاك، وهتلقى إنه التطبيقات اشتغلت عادي، لكن في المجلس مانجر هتلقى إنه الوحدات كلها بقت واقفة أو ما شغالة، إلا الوحدة اللي فيها المشكلة، إلا الوحدة اللي فيها المشكلة. ركز معي. الناس طبعا هيلاحظوا انه في الضوء اللي هنا قاعد بعد شوية هيفتح، وهيفتح معاك هيزيل. لاحظ الضوء مشى، الجهاز هيفتح معاك عادي. تمام كده الوضع الامن بقى ما في، والجهاز فتح معي. كويس، نفتح الهاتف عادي من غير اي مشاكل. يلا نمشي المجلس مانجر ونشوف الحاضر شنو. نفتح المجلس مانجر، الجهاز فتح معي عادي. نمشي نشوف الاضافات، هتلاحظ انه الاضافات كلها بقت مقفولة الا الاضافة دي،
لاحظ معي كل الاضافات اللي عندي في الهاتف مغلقه الا شنو، الا الاضافه بتاعت شنو، بتاعت اللي هو ماجيك بوت لوب، لاحظتها هي مفتوحه هنا. المشكله وين؟ الاضافه اللي عملت لها المشكله هي الاضافه فوق دي، تمام. هقوم اعمل لها ازاله، لاحظ معي عملت لها ازاله، ونعمل اعاده بتاع تشغيل للهاتف. كويس، بعد ما هعمل على التشغيل للهاتف هتلقي انه الموضوع اتحل وما عندي اي مشكلة. كويس، الجهاز هيعمل اعادة تشغيل، تمام. الجهاز فتح معي، كويس. كده الجهاز انا هيفتح معي عادي، والمشاكل اللي عندي هتروح، وموضوعنا انتهى. وكده هيكون مبروك عليك انك حليت المشكلة بتاعت تعليق الهاتف، الجهاز كده خلص معنا. وضحت الفكرة؟ نمشي بعد كده نشوف الحاصل شنو. جينا راجعين تاني، وبعد ما خلصنا التطبيق العملي ان شاء الله تكون الفكرة وصلت لكل الناس، ولو عندك حاجة ممكن تكتب لي في التعليقات. كويس، ونكرر تاني الكلام ده لتطبيقات المجلس مانجر فقط اذا علقت ليك الهاتف. وضحت الفكره؟ كويس، اذا حصلت لحد هنا طبعا انت من المشتركين معانا زي ما قالوا، وليك كل التقدير والاحترام. وبالاخص طبعا ابو عمر طبعا ذكرنا المفروض احنا نعمل فيديو عن الموضوع ده، ولكن اخرناه بجاي، وشكرا لك يا ابو عمر. كويس، ولكل المشتركين معانا واللايك الجميل بتاعك. وكده احنا خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.